بالرغم من امتياز محافظة واسط في العراق بالطابع العشائري والتحفظ الذي تنتهجه الأسر فيها، إلا أن رسل سلام أصرت على الدخول في مضمار رياضة اليوغا بالرغم من امتهانها لتخصص التخدير الطبي، ومن ثم السعي لإنشاء أكاديمية خاصة بهذه الرياضة بالنسبة للبنات. هي الرياضة أصلاً بدت عندي يعني من فترة المراهقة، يعني هي هواية عندي ممارسة الرياضة بأنواعها، وشوي شوي تطورت إلى أن لقيت اليوغا، دروس يوغا على اليوتيوب. فترة كورونا كانت حجر صحي وما كان بالإمكان أنه أروح جيم أسوي الرياضة مالتي، فطلعت من اليوتيوب درس مال يوغا وبديت أسوي شوي شوي، تطورت الأمور عندي. يعني خلال سنة واحدة حسيت نفسي وصلت مرحلة زينة، مرحلة المتوسط انترميديت، وهسه أنا كملت حوالي 3 سنوات تدريب على اليوغا، وأطمح أنه أحصل بها شهادة رسمية، وبديت أدرب هنا بواسط، أدرب البنات، وإن شاء الله يعني نقدر هنا نسوي كادر تدريبي مال اليوغا. بعد 3 سنوات من التدريب المتواصل تطورت رسل في فن اليوغا وتطمح بالحصول على شهادة رسمية إضافة إلى الشروع في التدريب. بديت أدرب هنا بواسط، أدرب البنات، وإن شاء الله يعني نقدر هنا نسوي كادر تدريبي مال يوغا. فوائد صحية تسهم في معالجة أمراض الضغط والسكر والتعامل مع الحوامل، ونفسية تدخل في تهذيب النفس. تتحدث رسل عن ما تقدمه رياضة اليوغا التي يمكن لها منح الطلبة والتلاميذ ما يحتاجونه من هدوء نفسي قبل أداء الامتحانات. اليوغا عندها فوائد صحية، فوائد رياضية، فوائد نفسية، هي رياضة العقل والجسد والروح. يعني طلاب المدارس يستفادون منها إذا يسوون التمرين قبل ما يباشرون الدراسة والقراءة مال الامتحانات. اليوغا فوائدها عظيمة، مفيدة لكافة الأعمار، للشباب للشابات، من مرحلة الابتدائية والمتوسطة لحد الأعمار السن الكبير، يستفادون منها من نواحي عقلية فكرية جسمية، حتى جماعة الضغط والسكر ممكن يستفادون، جماعة المفاصل ممكن يستفادون. رياضة لا يطالها الاهتمام اللازم في العراق في ظل معاناة عديد الرياضات الفردية من نقص الاهتمام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التعامل مع رياضات تقلل بحسب أهل الاختصاص من زيارات الطبيب. رياضة اليوغا فعلاً رياضة مظلومة بالعراق، وهي أصلاً حديثة، يعني ما تلقى لها هواية مراكز تدريبية بالعراق، وأصلاً بالكوت أعتقد بس أنا حالياً دا أدرب على اليوغا. اليوغا يعني إذا تنضم إلى الروتين يومي لكل شاب وشابة وتدخل كل بيت، يعني حتكون فوائدها راح تقلل زيارات الطبيب.